بسم الله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفا بالباطل يؤمنون. وهي فعلا أغلب الناس عبر التاريخ ما يؤمنوا بالباطل، جيب لهم الحق عن طريق كل الأنبياء عليهم السلام يقول هذا ما جاهلون، هذا ما قدمونا أساطير الأولين حجر طينة، لك على يا دهر وشر بذنبك، ظلم من القرآن القديم، لك على يا دهر وشر، لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفي، أتفهمون من تدعون من فهم الراقي، نسأل الله السلام الباقي والسلام على أهل الإسلام.